أما محبوب العرب يعقوب شاهين فكان كل أهله أصحابه والصحافة مستنيينه امبارح لما وصل على بيت لحم وهو حامل لقب العرب أيدول. اكتمل شعور الفرحة اليوم لما وصلت عرض الوطن وجيت على بلدي وشفت أهل بلدي. وقد ما كانت فرحة يعقوب أكيد فرحة الناس كانت أكتر، فغير الاستقبال الرسمي نظم الناس برنامج جماهيري عشان يقولوا له حمد لله على السلامة. لما الطلاب المدارس والروضات حتى في مؤسسات اللي عندهم مشاكل اجتماعية، مؤسسات الاحتياجات، كلهم كانوا يبعثوا لي فيديوهات طلاب المدارس بيخبوا مصروفهم عشان يحطوه بصندوق حملة يعقوب شاهين. يعني أطير من الفرحة، أنسى التعب وقول يلا كراميل هذول الناس. وعشانهم كمان ومع أنه كان واضح عليه أنه مش نايم بقاله فترة، عمل حفلة كبيرة بالليل حضرها الألاف في مدينة بيت لحم اللي أكد يعقوب بأنه هيفضل عايش فيها. بعد ما يرتاح يعقوب وينام كويس هيسافر دبي عشان يبدأ في التخطيط والاتفاقات لأعماله الأولى، وعبر إيتي بالعربي بيكشف عن أول عمل هنسمع صوته فيه. حالياً عم نسجل أوبيريت أنا وعمار العزكي وأمير دندن ومحمد عساف ونجوم كبار في الوطن العربي مثل الأستاذ قاسم الساهر والأستاذ ملحم زين وكتير نجوم. هو عمل إنساني يهدف له رسالة معينة. وبعيدا بقى عن الفن، يعقوب عنده رسالة مهمة لها علاقة بالقضية الفلسطينية عايز يوضحها. ما بدي أتاجر في قضيتي لأنه أكبر مني وأكبر من كتير ناس، ولكن حلو أني أنا وين ما أكون بالعالم راح أتذكر التاريخ، راح أنقل دائما صورة الشعب الفلسطيني، الشباب الفلسطيني، هذا أهم إشي، وقضيتنا اللي هي أم القضايا قضية مقدسة. وإحنا بنقول لك جود لك وهنتابع كل مشاريعك اللي جاية.